ابدأ ابدأ يا باشمهندس، هو جاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. مرحبا بكم شباب المستوى السابع في مادة الجودة الشاملة من دبلوم السلامة والصحة المهنية بالمعهد العالي لسلامة المشاريع كوشة. كنا في المحاضرة الماضية قد قدمنا للكتاب وعرفنا لمحة تاريخية عن تاريخ علوم الجودة، وتكلمنا كذلك عن مكونات أنظمة الجودة، وذكرنا أن المنشآت والأفراد والعملاء هي مكونات أنظمة الجودة الأساسية. فلا بد أن تكون عندك منشأة تقدم خدمة من الخدمات أو منتج من المنتجات، ويكون هنالك أفراد يعملون في هذه المنشأة، وعملاء يتعاملون مع منتجات هذه المنشأة سواء كانت منتجات محسوسة أو خدمات. الثلاث عناصر هذه مع بعضها تتفاعل لتشكل منظومة الجودة الشاملة. وتكلمنا كذلك في آخر المحاضرة عن الأهداف والفوائد التي يمكن أن تكتسبها المنشآت نتيجة تطبيق أنظمة الجودة الشاملة، وذكرنا منها عدة نقاط، منها أولا مطابقة الخدمة أو المنتج لمتطلبات العملاء، وكذلك مطابقة هذه المتطلبات للمعايير والمواصفات القياسية العالمية أو المحلية، وكذلك واحدة من أهم الغايات التي يهدف إليها نظام الجودة هو تحقيق إرضاء العملاء، أو ما يعرف بالكاستمر ساتيسفاكتوري. إرضاء العملاء هو واحدة من الغايات الأساسية وراء تطبيق أنظمة الصحة أو أنظمة السلامة أو أنظمة الجودة الشاملة. كذلك تخفيض العيوب واحدة من أهم الفوائد، وخفض نسب التالف والفاقد، وإعادة تشغيل الريورك، وانخفاض معدلات الفيلير أو الفشل في عمليات التصنيع، والإسراع في تقديم الخدمات، تحسين الأداء، وتنمية المبيعات، وخفض التكاليف. هذه كانت بعض الفوائد التي يمكن أن تكتسبها المؤسسات والمنشآت عند تطبيق أنظمة الجودة الشاملة. طيب، اليوم إن شاء الله سنتناول بعض التعريفات، بعض التعريفات التي عرف بها علماء الجودة بمختلف مدارسهم مفهوم الجودة ومفهوم الجودة الشاملة. فأولا دعونا نحرر مفهوم إدارة الجودة الشاملة، وماذا نقصد بالجودة الشاملة. قال لك زي ما هو واضح عندكم في الكتاب، بتجدوه في المذكرات اللي عندكم، أن الجودة الشاملة تعد من أكثر الإدارات الرائدة التي نالت الكثير من الاهتمام، خصوصا في الأزمنة المتأخرة، من قبل الإداريين والمختصين في تطوير العمليات والباحثين والأكاديميين الذين يهتمون بمفاهيم تطوير وتحسين الأداء على مستوى الخدمات وعلى مستوى الإنتاج. لأنه وجد أن الإدارة الواحدة أو القسم الواحد أو الموظف الواحد الذي لا يعمل في تناغم مع النظام الفعال في المؤسسة قد يؤثر على المؤسسة. فعلى سبيل المثال، بإمكانك أن تقيم أداء المنشأة من تعامل موظف الاستقبال معك. فكثير من الناس اكتفوا بالانطباعات الأولية التي يتلقونها عند أول زيارة لهم للمؤسسة. إذا وجد تعامل جيد وتعامل حسن واكتفى بهذا المشهد المقتضب فقط، فسيكون انطباعه عن هذه المؤسسة أن الموظفين اللي فيها ناس محترمين، وأن هذه الشركة أو المؤسسة تعمل وفق معايير وجودة، لأنه انطباع شخصي. والعكس بالعكس، لو كانت المنشأة واحدة من أكبر المنشآت والمنتجات حقتها من أحسن المنتجات، ولكن في موقف ما أو في مناسبة ما
أخذ بعض العملاء انطباعا سيئا بواسطة إدارة من إدارات هذه المنشأة أو فرد من الأفراد، فسينسحب هذا الانطباع على كل المؤسسة. عشان كذا لما نقول الجودة الشاملة فإننا نعني أن رسالة الجودة الشاملة هي مسؤولية كل الإدارات والأقسام في المنشأة وليست مسؤولية خط الإنتاج فقط. يعني نحن لا نقصد جودة المنتج، إن المنتج جيد مطابق للمواصفات ما شاء الله يجلس 20 سنة 30 سنة، لا ما نقصد هذا فقط، هذا هو الجودة بمعناها الفني التقني المادي. أما نظام إدارة الجودة الشاملة فالمقصود به هي الإدارة المسؤول عنها كل أقسام ووحدات وأفراد المنشأة، بحيث أن كلهم يرسلوا نفس الرسالة للعملاء، يرسلوا نفس الرسالة للعملاء حتى يكون هنالك توافق في هذه الرسالة، ويكون كل من في المنشأة يعمل على تحقيق أهداف الجودة الشاملة التي تهدف إلى تحسين الأداء وتحسين الإنتاج وتحسين رضا العملاء. وفق هذا التعريف أو هذا المفهوم الذي تكلمنا عنه، اختلفت التعاريف حقت إدارة الجودة الشاملة على حسب الطريقة التي يناقش بها المفهوم وعلى حسب الحاجة لتطبيق هذا المفهوم في بيئة العمل، وعلى حسب المدارس الفكرية أو الأكاديمية التي ينتمي إليها الباحثون الذين تكلموا عن الجودة الشاملة. طيب، ولهذا فإن أهداف كل شركة أو كل مؤسسة أو كل منشأة هي التي تحدد المفاهيم الخاصة بإدارة الجودة الشاملة ومدى احتياج المنشأة للعمل من خلال أنظمة الجودة الشاملة داخل المنشأة لتحقيق رضا العملاء ولتحقيق تحسين الإنتاجية وتحسين الجودة، ومن أجل الانتشار وفتح أسواق جديدة لهم لأن الهدف الأساسي من هذه الإدارة، إدارة الجودة الشاملة في أي منشأة باختلاف أنشطة المنشآت، هو تحسين وزيادة جودة المنتجات وجودة العمليات الذي يصب في الأخير على رضا العملاء. وتركز المعايير الخاصة بإدارة الجودة على عدة مفاهيم، تركز إدارة الجودة الشاملة على عدة مفاهيم. أول مفهوم وأهم مفهوم من المفاهيم التي تركز عليها إدارة الجودة الشاملة هو مفهوم القيادة الفاعلة، مفهوم القيادة الفاعلة اللي هي الإفكتيف ليدرشيب أو ما تسمى أيضا بالتوب مانج كوميتمنت. لا بد من إدارة فاعلة وإدارة ملتزمة راغبة وقادرة على القيادة والتطوير، هذا الجناح الأول أو العنصر الأول الذي تراعيه أو تحوض عليه أنظمة الجودة الشاملة. العنصر الثاني هو إشراك العاملين والموظفين في الخطط والسياسات ووضع الإجراءات التي تضمن جودة العمل باعتبارهم شركاء أصيلين في العملية الإنتاجية، لذلك وجب إشراكهم في وضع القرار وصنع الخطط. هذا الشيء بالإضافة إلى أنه يجعل القرارات ويجعل الخطط نابعة من العاملين أنفسهم، وبالتالي تكون أكثر واقعية وصدقية، لأن التفكير بعقل واحد أفضل منه التفكير بعقلين وأفضل منه بثلاثة وهكذا. كل ما كان هنالك عصف ذهني ومشاورات بين مختلف الأشخاص، كل ما كانت نتيجة هذه المشاورات أفضل مما لو تم اتخاذ القرار بواسطة فرد واحد أو فردين. هذا أولا. ثانيا، عملية إشراك العاملين في صنع القرار ترفع من الحافز المعنوي عندهم وبالتالي من ولائهم تجاه الشركة، مما يزيد من الإنتاجية والجودة ويزيد الالتزام بهذه الخطط والسياسات والإجراءات. كذلك فإن العاملين عندما يتم إشراكهم في العمل
فإنهم يتحدثون حديث الواعي والعالم بظروف العمل. فالعمال هم الملاصقون للعمليات الإنتاجية أكثر من المدراء ومن المشرفين، وبالتالي يستطيعون أن يجيبوا على بعض الأسئلة التي لا يستطيع أن يجيب عليها غيرهم باعتبارهم أو باعتبارهم أشخاص لصيقين بالعملية ولصيقين بالعملية الإنتاجية، وبالتالي فإن إجاباتهم تكون أكثر تفصيلاً ودقة في كثير من الأمور. هذه بعض الفوائد أو وجهات النظر التي تجعل من عملية إشراك العاملين عملية فعالة في الإدارة. طبعاً أنظمة الإدارة الحديثة الآن انتقلت من عملية إشراك العاملين إلى تمكين العاملين اللي هي Employees Empowerment. الآن أنظمة الإدارة الحديثة تمكن العاملين من الفعل، من المبادرة، من اتخاذ القرار، ليس فقط إشراكهم أو مشاورتهم، وهذا طبعاً أفضل. من العناصر المهمة أيضاً التي تركز عليها معايير مواصفة إدارة الجودة الشاملة وضع آلية لضمان إرضاء العملاء وتلبية رغباتهم، لأن العميل هو محور العملية كلها، فلا بد من وضع خطة للتعامل مع العملاء ولكسب رضاهم وللتعامل مع اعتراضاتهم والتعامل مع شكاواهم. كذلك التعامل مع الحقائق في اتخاذ القرارات اللي هو بيز فاكت، دائما القرارات تكون مبنية على الحقائق وليس مبنية على الافتراضات وعلى الأهواء الشخصية، وإنما مبنية على الحقائق حتى نتأكد من أن هذه القرارات تمثل الوقائع. كذلك العمل على إدارة الأنشطة التابعة للمنشأة بفعالية ومراقبة الأداء وتحقيق المنافع المتبادلة ما بين المنشأة وما بين العملاء الداخلين والعملاء الخارجين. العملاء الداخلين المنشأة هم الموظفون. فنظام الجودة الشاملة يختلف عن أنظمة الجودة التقليدية في أنه يعتبر العمال والموظفين عملاء أيضا، كاستمرز يسموه العميل الداخلي، ويعملون على رضائه كما يعملون على رضاء العملاء الخارجين. فلا بد أن يكون العميل الداخلي راض ويكون العميل الخارجي كذلك راض، ورضا العميل الداخلي ينعكس في شكل أداء جيد وجودة في العمل وجودة في الإنتاج، وبالتالي يصب في مصلحة إرضاء العميل الخارجي. العميل الداخلي إذا لم يكن راضيا سيتأثر الإنتاج بلا شك بهذا الشيء، وتتأثر الجودة بهذا الشيء، وبالتالي كل ذلك يصب في اتجاه عدم رضا العملاء الخارجين. فحلقة الجودة الشاملة هي حلقة مترابطة وحلقة متماسكة، يجب أن تكون كل اتجاهاتها وكل أجزائها تعمل في تناغم مع بعضها البعض، ابتداء من مرحلة التخطيط والتنفيذ ثم التحقق وثم اتخاذ الإجراء، دائرة التحسين المستمر. وهذه هي الركيزة الأخيرة في الركائز التي تركز عليها إدارة الجودة الشاملة، هي وضع آلية تطوير وتحسين مستمر، وضع آلية تحسين مستمر. وهنا قد يأتي سؤال، لماذا التحسين يكون مستمرا؟ وللإجابة على هذا السؤال هنالك عدة عوامل وعناصر تؤثر على العمليات، وتضطر أصحاب العمل إلى تغيير استراتيجياتهم في التعامل وخططهم وفق هذه المتغيرات. فالسياسات تتغير، الأمور السياسية تتغير، والتشريعات تتغير، والظروف الاقتصادية تتغير، والتكنولوجيا تتطور كل يوم في تطبيقات جديدة وفي معدات جديدة، وبالتالي لا بد من التغير والتحسن والتطور معها، والظروف البيئية تتغير والظروف الثقافية تتغير وكله يتغير، السياسات، الاقتصاديات، الانفايرومنت، البيئية، التكنولوجيا، كلها تتغير. لذلك لا بد من التغير وفق المتغيرات المحيطة بالعمل حتى تكون المنشأة مواكبة للتغيرات الحاصلة في السوق، للتغيرات الحاصلة في السوق. أتمنى أن يكون كل شيء واضح أثناء الشرح، إذا كان في أي شيء ما عليك إلا أن ترفع يدك للاستفسار أو الإجابة، لأني أنا مقفل الميكروفون على الجميع.
فإذا كان في أي سؤال أثناء الشرح شيء غير واضح، ما عليك إلا بالدخول على قائمة مور أو المزيد والضغط عليها، سيظهر لي مباشرة على الشاشة وسأقوم بإعطائك الفرصة للتداخل. طيب، ندخل مباشرة على بعض التعريفات لمفهوم إدارة الجودة الشاملة، حيث أنه بإمكاننا تعريف إدارة الجودة الشاملة بأنها نمط إداري يمثل مدخلاً لتطوير شامل لكافة مجالات ومراحل الأداء، ويشكل مسؤولية تضامنية للإدارة العليا بالإضافة إلى كافة الإدارات والأقسام والوحدات وفرق العمل والأفراد لحد اللي في الاستقبال اللي في الريسبشن أو الحارس حق المنشأة يدخل في هذا النظام، وكذلك تدخل كافة مراحل ومجالات التشغيل ابتداء من التعامل مع الموردين انتهاء بالتعامل مع المستهلكين، مرورا طبعا بعمليات التشغيل وعمليات التخزين وعمليات الانتاج وعمليات الترحيل، وكل هذه العمليات لابد ان تكون محكومه بنظام جوده شامله. هذا تعريف شامل او من اكثر التعريف التي احاطت بتعريف نظام الجوده الشامله، ولكن سنجد في المراجع العلميه غيرها من التعريفات التي تنظر الى مفهوم الجودة الشاملة من منطلقات مختلفة قليلا، ولكنها كلها تصب في اتجاه نفس المفهوم. فواحد من التعريفات الشائعة جدا لمفهوم الجودة ومفهوم الجودة الشاملة تعرف بأنها القيام بالعمل بالطريقة الصحيحة من المرة الأولى ضمن المعايير العالمية المتفق عليها، بالإضافة إلى تقييم العميل من أجل تطوير المنتج أو الخدمة. فالجودة الشاملة تعتبر هي القيام بالعمل بشكل صحيح من أول مرة، يعني لا تحتاج إلى تكرار العمل أو لا تحتاج إلى إعادة العمل على معالجة العيوب أو كذا. فنظام الجودة هو النظام الذي ينتج لك المنتج بشكل سليم من أول مرة. كذلك من التعريفات هي الاعتماد على التطوير المستمر من أجل رفع مستوى النظام الإنتاجي. يعني هنا عرف النظام بالعملية الأساسية التي ينطوي عليها اللي هي عملية التطوير المستمر. كذلك من التعريفات هي وضع نظام إداري للمنشأة يرتكز على الجودة ويتبنى مشاركة جميع أعضاء المنشأة لوضع استراتيجيات طويلة المدى من خلال إرضاء العملاء وتحقيق منافع المنشأة والمجتمع. كذلك هي شكل من أشكال التعاون في تنفيذ الأعمال، ويعتمد ذلك على القدرات المشتركة لكل من الإدارة والعاملين بهدف تحسين الجودة وزيادة الإنتاجية بصفة مستمرة بهدف إرضاء العملاء. هي منهجية إدارية تهدف إلى تحقيق التميز في جودة الأداء حق المنشأة ككل من خلال الوفاء باحتياجات العملاء والعاملين، لأنه يعني زي ما ذكرنا عندنا عملاء داخلين وعملاء خارجين. من كل هذه التعاريف أو هذه الجزئيات نستخلص أن إدارة الجودة الشاملة هي منهجية أو فلسفة إدارية تشمل كافة نشاطات المنظمة، والتي من خلالها يتم تحقيق احتياجات وتوقعات العملاء والعاملين والمجتمع، وكذلك تحقق أهداف المنشأة بأكفأ الطرق وأقلها مجهودا وكلفة عن طريق طبعا الاستخدام الأمثل للطاقات البشرية وللطاقة طاقات الآلات وطاقات المعدات، كما عرفها عالم الجودة المشهور كورن بأنها أسلوب جديد للتفكير فيما يتعلق بإدارة المنشآت. أسلوب جديد في التفكير فيما يتعلق بإدارة المنشآت يبتعد عن أنظمة الإدارة التقليدية. لذلك فإن إدارة الجودة الشاملة هي ثقافة أكثر من كونها نظام، هي ثقافة أكثر من كونها نظاما
تعزز مفهوم الالتزام الكامل تجاه رضا العميل الداخلي أو الخارجي من خلال منهجية التحسين المستمر والإبداع في كافة مناحي العمل. لذلك فإن الجودة الشاملة هي عبارة عن خليط من الثقافة الخاصة بالمنشأة والمعايير العالمية المتبعة في الإنتاج والمواصفات العالمية والبيست براكتس أو الممارسات الناجحة في العالم، كمثلا منهجية الكايزن في اليابان. منهجية هي عبارة عن ثقافة عند الشعب الياباني، ولكن استغل هذه الثقافة فيما يتعلق بعمليات التصنيع. عشان كذا بنلاقي انه المنتجات اليابانية من اكثر المنتجات جودة وموثوقية عند كل العالم تقريبا، عند كل العالم تقريبا. اذا كان في اي سؤال، في اي استفسار يا شباب، بامكانكم الضغط على زر المشاركة، بامكانكم الضغط على زر المشاركة قبل ان نختم. سنختم ب الأقسام إدارة الجودة الشاملة، تقسيمها على أساس المكونات الإدارية، على أساس المكونات الإدارية للنظام. فنظام الجودة الشاملة يتكون من إدارة، ويتكون من مفهوم فني اللي هو الجودة، ويتكون من المفهوم الشمولية، مفهوم الشمولية. عشان يكون عندي نظام إدارة جودة شاملة لابد أن يكون عندي إدارة، والإدارة هي العملية القائمة على التخطيط والتنظيم وتوجيه ومراقبة كافة النشاطات المتعلقة بالعمل، ويتضمن كذلك دعم نشاطات الجودة مع توفير الموارد اللازمة لتحقيق أهداف الجودة. لابد يكون الإدارة هذه خاصة بالجودة، والجودة في تعريفها المجرد تتمثل في شكل المنتج أو الخدمة النهائية الذي يلبي رضا العميل وتوقعاته. وشمول الجودة يكون بالاهتمام بجميع المراحل الإنتاجية، وليس فقط بعملية إنتاج المنتج بشكل جيد، بل بكافة العمليات المصاحبة لعملية الإنتاج، من مشتريات، من تعامل مع الزبائن، من تعامل مع الموردين، من تخزين، من بيع، من تسويق، ومن خلافه. كل هذه العمليات لابد أن تشملها أنظمة الجودة حتى يكون عندي نظام إدارة جودة شاملة، وليس نظام جودة فقط. يكون عندي نظام جودة. طيب، زي ما ذكرنا في المحاضرة السابقة ولا بأس أن نعيد ونذكر، فوائد تطبيق إدارة الجودة الشاملة في المنشأة هي رفع الوضع التنافسي للمنشأة في السوق مع تحسين معدلات الربحية وتعزيز العلاقات مع الموردين وكذلك مع العملاء بالطبع ومع العاملين، وكذلك تخفيض تكلفة الإنتاج وفتح أسواق جديدة. لأنه كل ما كان منتجاتك جيدة، كل ما كان سمعتك حتكون سمعة طيبة وسمعة جيدة، وبالتالي تفتح لك أسواق جديدة للعمل. وعندنا واحدة من أهم الفوائد، تنفيذ العمل من المرة الأولى بشكل صحيح دون الوقوع في حالات عدم التطابق أو في الأخطاء المصنعية أو المهنية. وكذلك واحدة من الفوائد هي تدريب العاملين وتطوير قدراتهم بشكل مستمر مع تحفيزهم على الإنتاج والإنجاز وإشراكهم في اتخاذ القرارات وفي وضع الخطط والإجراءات. كان هذا كل ما لدينا لهذه المحاضرة فيما يتعلق ب مفهوم إدارة الجودة الشاملة والفوائد الكبيرة التي يمكن أن تتمتع بها المنشآت والمصانع والشركات إذا هي طبقت أنظمة فعالة في إدارة الجودة الشاملة. انتهينا مما عندنا من فقرات لهذه المحاضرة. بنجي إن شاء الله في المحاضرة الجاية سنتناول متطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة، ونتناول كذلك معوقات تطبيق إدارة الجودة الشاملة مع التطرق للعناصر الأساسية لنظام الجودة، من سياسات والتحكم في الجودة وضمان الجودة ومراقبة الجودة وغيرها من المصطلحات المتعلقة بنظام الجودة والجودة الشاملة.
إذا في أي سؤال، أي استفسار، أي إضافة، أي تعقيب، استفسار، الفرصة مفتوحة أمامكم. ما عليكم إلا بالضغط على قائمة المزيد والضغط على رفع اليد. يا ثامر، عندك أي سؤال؟ ثامر الأحمري. لا لا يا دكتور، ما في اي سؤال، كل شيء واضح؟ واضح واضح. ما هي الجودة؟ هل هي فعل الشيء بشكل صحيح من المرة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة؟ من الاولى إذا من الثانية، هل ما يعتبر نظام جودة يعني؟ لا، اذا حسن اول شغلهم فعادي حتى يكون من المرة الثانية. آه، تمام. تحسين، لابد من التحسين إذن. أكيد لا بد من التحسين المستمر. التحسين المستمر واحدة من المنهجيات الرائعة جدا، والآن كل الشركات حول العالم تعمل وفق هذه المنهجية، منهجية التحسين المستمر، منهجية التحسين المستمر. إذا يا شباب، انتهى ما لدينا لهذه الليلة. إلى أن ألتقيكم في محاضرة قادمة، أترككم في أمان الله وحفظه ورعايته.